السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتتبعين على قناة على اليوتيوب. إذا خلال هذه الحصة غادي ندرسوا جدادات باس في الرياضيات بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي. إذا قبل ما نبداو دراسة هذه الجدادة هذه غادي ندير معكم واحد التذكير بالنسبة لتوزيع الحصص والغلاف الزمني ديالها بالنسبة للمستوى الثالث وكذلك الرابع ابتدائي. إذا قلنا الدرس يقدم في أسبوع وخلال خمس حصص، مدة ديال كل حصة 55 دقيقة. بالنسبة للحصة الأولى مخصصة لأنشطة بناء الفهم، الحصة الثانية والثالثة كذلك أنشطة تطريد هذا الفهم، ثم الحصة الرابعة أنشطة التقويم، والحصة الخامسة والأخيرة أنشطة الدعم والمعالجة. إذا غادي نبداو على بركة الله. بالنسبة للدروس ديال هذه الجدادة المادة الرياضيات المستوى كما قلنا الثالث ابتدائي، بالنسبة للدرس اللي اختاريت لكم هذا المقرر للمستوى الثالث قياس الأطوال المتر وأجزائه. بالنسبة لرقم الجدادة على حسب الترتيب ديال الحصص اللي عندك، الحصة رقم واحد هنا هذه الجدادة درنا فيها الحصة الأولى مرحلة أنشطة البناء، المدة الزمنية 55 دقيقة. قلنا كل حصة من الحصص الخامس اللي كنقدمو فيها درس خلال الأسبوع كنقدموها في المدة الزمنية ديال 55 دقيقة. إذا بالنسبة للأهداف التعلمية ديال الدرس ككل، أن يتعرف المتعلم المتر وأجزاؤه ويوظفها، ثم تعرف العلاقات بين وحدات قياس الطول أو قياس الأطوال ومقارنتها. بالنسبة للوسائل التعليمية المعتمدة هنا، أشرطة مدرجة، المتر، ألواح، كراسة المتعلم، مكعب من الورق إلى غير ذلك. إذا غادي الحصة قلنا الحصة الأولى أي مرحلة بناء المفهوم أو أنشطة البناء. هنا بالنسبة لتدبير الأنشطة أو ما يسمى بأنشطة الأستاذ والمتعلم، أولا كنبداو بواحد الحساب ذهني، غالبا يتم الاعتماد على بطاقة الأعداد هنا باش يدير المتعلم بعض الحسابات، مثلا الفرق والجمع والضرب كذلك، ثم تذكير بالمكتسبات السابقة، موارد سابقة للمتعلم. بالنسبة لتقديم الوضعية، اش عندي هنايا؟ يجرى النشاط في ركن من الساحة، خسرنا واحد الركن في الساحة باش نديرو فيها واحد النشاط اللي عنده علاقة ببناء المفهوم ديال هذا الدرس هذا. إذا علاش اعتمدنا هنا في هذا الركن في الساحة؟ مدرج بالمتر كالتالي، هنا لاحظتوا هنا عندي واحد المدرج هنايا هذا اللي غنخدمو في الساحة، من متر إلى 8 أمتار. طبيعة العمل هنا جماعية، نعاود العمل بمجموعات. هنا يتبارى المتعلمون والمتعلمات الموزع هنا إلى فروق في رمي المكعب إلى أبعاد نقطة، يعني هنا كل فرقة هنا يتم رمي المكعب إلى أبعاد نقطة من هذا المدرج اللي اعتبرناه، ويتم قياس طول كل رمية وتدوينها، كل رمية هنا يتم تدوين النتائج ديالها، بعد ذلك يتم الإعلان عن الفريق الفائز في نهاية كل جولة. بطبيعة الحال هنا يتم مناقشة الحلول جماعيا، ثم يشارك الجميع في قياس طول كل رمية بالاستعانة بوحدة اعتباطية في الأول، استعانة بوحدة اعتباطية في البداية، ثم باستعمال المتر كوحدة أساسية. إذا انتقلنا من الوحدة الاعتباطية إلى استعمال وحدة أساسية اللي هي المتر، ثم تتيح أطوال الرميات التي يتراوح قياس طولها بين عددين متتاليين مثلا بين 4 متر و 5 متر، تتيح الفرصة لتعرف أجزاء المتر بالتتابع. هنا هذه الأجزاء المتر هي بالتتابع ديسيمتر، سنتيمتر، ثم المليمتر، هي الأجزاء ديال المتر. ثم يتم تدوين هذه الوحدات في جدول وتناقش العلاقة بينها. هذا الجدول عندي تدوين ديال هذا، عندي الوحدة الأساسية المتر، الأجزاء ديسيمتر، سنتيمتر، المليمتر. العلاقة بينها مثلا 1 سنتيمتر تساوي 10 مليمتر، 1 ديسيمتر تساوي 10 سنتيمتر 100 مليمتر. هنا 1 متر تساوي 10 ديسيمتر 100 سنتيمتر 1000 مليمتر. ثم بعد ذلك يتم مطالبة الأستاذ ومطالبة الأستاذ المتعلمين بإنجاز وضعية بالكراسة المدرسية.
بالنسبة لهذا المقرر الجديد خلال الحصة الأولى، هنا بعد العمل على مجموعات وبناء الفورمولا غير ذلك، كيكون عندي واحد النشاط وضعية بالكراسة، يتم هنا مطالبة التلاميذ لإنجازها. إذن هنا الهدف من هذه الوضعية اللي عندي هنايا يتيح هذا النشاط فرصة للمتعلم لاستيعاب العلاقة بين المتر وأجزائه. إذا غادي ندير التذكير بالنسبة للحصة الثانية اش كيكون فيها. بالنسبة للحصة الثانية والثالثة قلنا مخصصة الأنشطة التريض، التريض هذا المفهوم درسنا في الحصة الأولى، ثم ويتم التريض المفهوم خلال الأنشطة. ثم الحصة الرابعة أنشطة التقويم، تقويم مكتسبات وموارد المتعلمين. بالنسبة للحصة الأخيرة وهي الخامسة أنشطة الدعم والمعالجة، هنا دعم مكتسبات المتعلمين و معالجة تعثراتهم. إذن أعزائي المستمعين، إذن هذا هنا هذا الجزء مخصص الحصة الأولى بالنسبة للدرس في الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. إذن كنتمنى تستفيدوا معي خلال هذه الحصة البسيطة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حصة مقبلة مع موضوع جديد.